أهلاً، اسمي رغد، مهتمة وشغوفة بتحسين صحة مجتمعنا من خلال تطوير طريقة نوعية أكلنا. إيش رأيكم نحول التفاحات الحلوة دي لحلل أبل كرومبو؟ لو كنتم محبين فطيرة التفاح، فمتأكد إنه هذا الحلى راح يعجبكم، لأنه سهل وسريع وما في عجينة وتعب، كلها كم مكون وحنطلع بألذ حلى خريفي ودافي، وكمان حنسوي آيس كريم صحي حيكون مرة لذيذ معهم. أول شيء حنبدأ بالتفاح. في أنواع تفاح كثيرة في السوبر ماركت، ولكن مو كلها مناسبة للخبز. هذه أفضل أنواع التفاح اللي طعمها وقوامها يكون ممتاز للخبز. أنا اليوم حبيت أشكل واستخدمت حبتين هاني كويسب وحبتين جراني سميث. الجراني سميث مايل للحموضة أكتر، والهاني كويسب حالي أكتر، عشان كده حبيت استخدم الاثنين مع بعض، ولكن طبعا هذا الشيء اختياري وما هو ضروري. حنبدأ بأننا نغسل ونقشر 4 تفاحات حلوين. لو التفاح حقكم عضوي فممكن تخلوا القشرة، لأنه فيها فيتامينات وألياف كثيرة، ولكن أنا فضلت أقشرهم. طريقة تقطيع للتفاح هي شوية غير اعتيادية. مرة جدة أمريكية مشهورة إنها تسوي ألذ فطيرة التفاح في الحي، علمتني إنها تقطع التفاح بأحجام مختلفة، والهدف إنه لما يخبز التفاح بعض الحبات تكون دايبة وبعضها تفضل محتفظة بقوامها، وهذا كان سرها في إنها تعمل ألذ حشوة فطيرة التفاح. هتشوفوا كيف يصير شكلها النهائي آخر الفيديو. المهم لو ما كنتوا شاطرين في التقطيع فهذه أحسن وصفة تبدعوا فيها، لأنه كل ما كان التقطيع مخربط ومو زي بعض كل ما هنوصل لنتيجة مضبوطة وقريبة لوصفة الجدة الأمريكية. التفاح من الفواكه اللي مرة مفيدة لصحة القلب والعظام وكمان المخ، ومحبوب من الصغار والكبار، عشان كده مرة حلو إننا ندخله في الحلى ونستفيد من فوائده ونستمتع بطعمه. نحط التفاح في زبدية ونبشر عليه الطبقة الخارجية الصفراء من حبة ليمون، ونعصر عليه تقريبا نص حبة. هذه الخطوة اختيارية، ولكنها هتعطي لذعة حموضة لذيذة للتفاح. وللتحلية هستخدم ميبل سيرب اللي مليان مضادات أكسدة وما يرفع نسبة السكر في جسمنا بسرعة زي السكر المكرر، فما نحس بنشاط كبير وبعدها نخمل بسرعة. ونحط ملعقتين صغيرة من طحين الإير روت، وممكن تستبدلوه بالتابيوكا أو النشا اللي حيمتص السوائل ويخلي التفاح يصير قوامه كأنه صوص أو مربى. وآخر شيء نضيف ملعقتين صغيرة من خليط بهارات البومكين باي اللي سويته معاكم في فيديو البومكين سبايس لاتين، اضغطوا على اللينك عشان تشوفوا الطريقة. نقلب التفاح مع البهارات ونخليهم على جنب عشان نبدأ بطبقة الكرومبل أو الطبقة المقرمشة في الحلب. هنستخدم الشوفان عشان يعطينا قرمشة حلوة، وما يحتاج أقول لكم عن فوائده، أنتوا تعرفوا قديش أحب أدخل الشوفان في أكلي. ونحط 1/4 كوب دقيق لوز، ممكن طبعا تستبدلوه بلوز مطحون، حيعطينا جرعة فيتامين E اللي يدعم جمال شعرنا وبشرتنا. ودي المرة حبيت أغير مصدر السكر واستخدمت سكر المانك فروت أو فاكهة الراهب، طعمها زي السكر الأبيض بالضبط، ولكن فوائدها أكتر بكتير وما فيها أي سعرات حرارية. ممكن يكون وجودها صعب في كل مكان، فهذه لستة من المحليات الصحية اللي ممكن تستخدموها. حبيت أزيد القيمة الغذائية في الوصفة بإني أضيف 2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحون. مرة مهم إننا نطحنه قبل الاستخدام عشان يقدر جسمنا يهضمه ويستفيد من فوائده. وآخر شيء نضيف 2 ملعقة من بهارات البومكين باي سبايس أو القرفة. نقلب المكونات الجافة سوا، ونحط عليها 1/4 كوب من زيت جوز الهند و1/4 كوب من زبدة اللوز، كأننا بنسوي جرانولا. ونسيت أقول لكم إن الوصفة نباتية بالكامل وخالية من الجلوتين. نقلب المكونات سوا، وآخر شيء حبيت أضيف قرمشة ودهون نافعة، فضفت 1/3 كوب جوز أمريكي أو بكان وجوز أو عين جمل، قولوا لي إيش تسموهم بلهجتكم. نقلبهم سوا وبكده يكونوا جاهزين. في الصينية نحط حبات التفاح المبهرة اللي سويناه ونحاول نوزعهم، ونفرد فوق خليط الشوفان والمكسرات. نحاول نفرده فوق التفاح، ولا تشيلوا هم لو مو كل حبات التفاح اتغطت بخليط الكرمبل، حتشوفوا كيف يصير شكلها بعد الخبز. وندخل الصينية على فرن حار بدرجة حرارة 350 فهرنهايت أو 180 سلسيوس لمدة 30 إلى 40 دقيقة تقريبا.
أو إلين ما تصير ريحة البيت دافية وطبقة الكرمبل تصير ذهبية ومقرمشة. نطلعها من الفرن وأنا عارفة إنه صعب تقاوموها، بس خلوها تبرد شوية عشان تتماسك أكتر. وعلى ما تبرد خلوني أوريكم فكرة مرة حلوة أسويها لما أكون سهرانة ومشتهية شيء حلو، بس ما بسوي صينية حلى كبيرة. أتبع نفس خطوات الأبل كرمبل ولكن بكمية أقل، فأستخدم تفاحة واحدة بس، وحتلاقوا باقي المقادير تحت الفيديو. الشيء الوحيد اللي غيرته هو إني أضفت شرايح اللوز بدل الجوز، وحطها في زبدية رخام تدخل الفرن. وعادي لو التفاح كان معبي الصينية، لما حينخبز حينكمش وينزل على تحت. وزي أختها الصينية الكبيرة نخبزها لين ما تتحمر وتصير تبقبق. طيب ما ينفع أبل كرمبل بدون آيس كريم، ومدام وصفتنا اليوم نباتية حنسوي آيس كريم نباتي بالموز مرة مرة سهل. دائما لما يكون عندي موز مستوي زايد أحب أقشره وأقطعه وأخليه في الفريزر لأي وقت أحتاجه. حطيت 4 حبات موز مجمد في الخلاط وشغلته. لو خلاطكم يسخن خلوه يرتاح شوية وأرجع وشغله تاني إلين ما توصلوا لهذا القوام. شوفوا كيف كريمي وناعم زي الأيس كريم الجاهز بالضبط. يلا خلينا نغرف الأبل كرومبل وندوق. شوفوا كيف اللقمة الواحدة فيها قطع تفاح متماسكة وقطع دايبة وحارة، وطبقة الكرومبل كأنها جرانولا مقرمشة وعليها آيس كريم بارد. يا الله في ألذ من كده؟ وحتى صحن الشخص الواحد اللي سويناه طلع متماسك ولذيذ، وما أحكيكم كيف ريحة البيت صارت خريفية وسعيدة. المزيج بين التكستشر أو القوام الدايب حق التفاح مع قرمشة طبقة الكرومبل الدافي وبرودة ونعومة الآيس كريم سووا مزيج يخلي كل الحواس تستمتع به. وإيش أحلى من إننا استخدمنا مكونات جودتها وقيمتها الغذائية تنعش جسمنا وعقلنا بدون ما تضرنا وتخلينا ندمن عليها. مع أنه الطبق جدا خفيف وأنا أعشق الحلى، ولكن حسيت أنه قطعة واحدة أرضت رغبتي في الحلى بدون ما أحرم نفسي من شيء. وهذا هو التوازن اللي نحتاجه في حياتنا. وأخيرا لو عجبتكم الوصفة وحابين تشوفوا وصفات صحية ومغذية، أتمنى لكم تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس واللايك، ولا تنسوا ترسلوا الفيديو في جروبات الواتساب. ولو عملتوا وصفة اليوم لا تنسوا تعملوا لي تاج على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقوا حساباتي والوصفة كاملة تحت الفيديو. أتمنى لكم أيام سعيدة بصحة ممتازة.